ننتقل للأعمال التاريخية بناء على رغبتك. أبدعتي بعدة أعمال تاريخية بين الجوارح، البحر أيوب، صقر قريش، حارس القدس، القصص. اليوم إذا بدك ترجعي لهالنوع من الأعمال، مين الشخصية التاريخية اللي بتقنعك إنك تجسدي دورها؟ غادة السمان. أي زيادة شجرة. ليه غادة السمان؟ لأن أنا أول ما هيك بلشت علاقتي بالكتاب تقوى كتير، كان عندي حرص إنه أقرأ لكل الأنواع كل الكتاب، بس كنت ولا زلت بحب الرواية. فن الرواية فن بيفيد الممثل كتير، يعني هو بتحسه من عمق مهنتك، أنت بتعرف الشخصية كيف عم تفكر، كيف عم تعمل المونولوج، كيف عم تحتك بباقي عوالم الشخصيات، كيف تبلش أنت تفرد لها عوالم خاصة لها بأدواتك كممثل. الأدب أعلى، الأدب محل تاني. بشو بتغاري من غادة السمان؟ جرأتها، هي حدا جريء. أنت منك جريئة؟ لا. وين الخطوط الحمر بترسميها؟ عندي خطوط حمر كتير بحياتي، حاولت شيلها بالعشرينات بعمر التمرد، بعمر انه انت بدك تعمل وبدك، ما قدرت. يعني في خطوط حمراء اكيد، اعطيني خط من ربي بناتي هالخطوط. يعني خط من هالخطوط بخصوص امل، عيش حياتك بدون ما تاذي الاخر فقط. بس اليوم ست امل يعني شخصيه ابدعتي بكل انواع الدراما ولعبتي اعمال كوميديه بجرأة كتير كبيره. يعني لما أقول أمل عرفة دغري منبتسم ومنتذكر الطاقة الإيجابية والقوة اللي شفناها على الشاشات. كيف هالتناقض؟ يعني هي صورة مكتملة، ما أنا ما بشوفه تناقض الحقيقة. تناقض حلو، يعني قديه معناتها أنا ماشي على مسار صحيح، أني بقدر بلحظة بكيك من قلبك وأنا صادقة، وبلحظة موتك ضحك وأنا صادقة. بالشغلتين أو بالنوعين عندي أدواتي وقادرة أمسكهم، وأنا بحب حالي بالاثنين وبصدق حالي بالاثنين، وبالتالي العدوى بتصير عند المشاهد إنه بيصدقني وبيقتنع فيه. بس لما أقول أمل عرفة فوراً بقول نبتسم نضحك. إيه شو بدك أحلى من هيك؟ بيقولوا ورا كل ضحكة في ألف دمعة. وين كنتي جبارة على نفسك؟ يعني مثلاً مرات صار معي هيك مرضت مرضى دمها تقيل شوي. شو هي؟ شي بالكلى، مثل حصات بحص كلى. ايه فكان تجيني هيك كريزات كثير قويه. وهي باي مسلسل مثلا؟ ما وقف تصوير، برفت عين ما وقف تصوير، يعني روح اخطف رجلي على اقرب مشفى اخذ ابر وهي وارجع كفي، رغم انه يلوموني. يعني مسنى الصبح مثلا، مخرج رفت عين مثلا، ممثلين اللي معي انه لا وقفي وخلص. وهي ما بحس انه هذا وقت الناس يعني. هاد في معك 20 25 او 30 عامل بين فنيين اضاءه احتراما لهم، كمان هنن فايقين بتكابري على وجعك مرات. ايه الحقيقه مسلسل دنيا بقعة ضوء، عائلة خمس نجوم، حوازيق، الفرحة اللي كانت جوات امل عرفة ببداياتها وبهالمرحلة تحديدا اللي عم نحكي عنها، بطلت موجودة هالفرحة جواتك اليوم أو بعدك محافظة عليها من خلال الأمل؟ لحتى ما نكون يعني ما يكون جوابي أهبل، فرحة يعني بدنا نوقف عندها كتير. فرحة هيك بالمطلق إنه ياي الحياة جميلة والعصافير تزقزق، لا، لأنه لا الحياة جميلة بما يكفي ولا العصافير تزقزق. الناس عم تزقزق من الجوع هلا، يعني ما لا انت مالك معصوص، غيرك معصوص، انت شايف اخوك، شايف جيرانك، شايف الناس، وانت عم تتعب مثل ما البقيه عم يتعبوا. فرحه ما عاد في فرحه مثل ايام زمان، المناخ كله اختلف اكيد 100%، لكن انت بدك تصنع شوي، يعني بدك ما ينفهم حكي انه نحن هيك عم نعيش حياه فيك، لا، بس صرت تلاقيها بامور ابسط، صرت تلاقيها بعيون اولادك وقت يروحوا على المدرسه هيك تصلي لهم وتقرا لهم فاتحه وانه الله ييسركم. انت مسالمه هالقد او هيدا قناع لبستي الليله بهالحلقه؟ لا اكيد ما له قناع، انا شخص مسالم، صرت مسالم قبل لا ما كنت هيك. من بعد بعد 2017
صار لي 5 سنين مسالمة، استغل فرصتك اسمي مسالمة هلا لأقوم غير عقلي.